فأنت إذن حملت على كتفك ظلما يتراكم حتى تصيبك هذه الآية يوم القيامة. أيها الأحبة، أحببت أن أتوقف اليوم مع آية مرعبة بالفعل. والله إذا أدركنا معنى هذه الآية ستنقلب حياتنا رأسا على عقب. من منا لا يظلم نفسه؟ يضيع أوقات الصلاة فيظلم نفسه، يقصر في حق الله فيظلم نفسه. من منا لا يظلم مثلا أو لم يتعرض لموقف ظلم فيه أحدا؟ أنت قد تظلم زوجتك وأنت لا تدري، تريد أن تفرض رأيا معينا وهذا ظلم لها وأنت لا تدري. فأنت إذن حملت على كتفك ظلما يتراكم حتى تصيبك هذه الآية يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن لا يحملون ظلما أبدا. الله عز وجل يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم، خشعت وخضعت وذلت وتواضعت. لا يستطيع أحد في ذلك اليوم أيها الأحبة أن ينطق بكلمة واحدة إلا بإذن الله. لا يستطيع أحد أن يتحرك إلا بإذن الله، لأن الخلق كلهم بين يدي الله الذي ينادي: لمن الملك اليوم؟ الكل صامت ساكت لا يتكلم، فيجيب نفسه عز وجل فيقول: لله الواحد القهار. وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب ماذا بعد ذلك؟ تخيل معي أخي الحبيب: وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. أنت قد تظلم إنسانا بالنميمة عليه، قد تستهزئ بإنسان. اليوم أحبتي في الله مقاطع السخرية من الآخرين تملأ الإنترنت، وهي الأكثر مشاهدة للأسف. أن تضيع وقتك بالاستهزاء بالآخرين هذا ظلم لنفسك والظلم لمن تستهزئ به، لأنه قد يكون أفضل منك وأنت لا تدري. فالإسلام حرم الاستهزاء محرم. الإسلام ليس فيه استهزاء أيها الأحبة، الاستهزاء صفة الكافر الملحد. الله تعالى يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إذن أنت عندما تسخر من إنسان قد يكون أفضل منك عند الله، فهذا ظلم له وظلم لنفسك تحمله يوم القيامة أمام الله. وقد خاب من حمل ظلما. أنت عندما تأكل الربا وتستسهل أكل الحرام هذا ظلم عظيم تحمله على كتفك يوم القيامة. وقد خاب من حمل ظلما. أنت عندما تسيء لجارك هذا ظلم له. عندما ترى إنسانا يحتاج المساعدة أو يحتاج خدمة معينة وأنت قادر أن تؤدي له هذه الخدمة وتمتنع عن ذلك، أنت تظلم نفسك وتظلم هذا الشخص الذي هو بحاجتك، والله وضعك في موضع الناس يحتاجون إليك في هذا الموضع. قد تكون في وظيفة في مكان عمل معين والناس بحاجتك، شخص لم تساعده هذا ظلم له وظلم لنفسك تحمله أمام الله يوم القيامة، طبعا مع قدرتك على المساعدة من دون أن يحدث ضرر لك. يعني اليوم أيها الأحبة، هذا العصر، أنا أتوقع أن السبب البلاء أساسا الذي ينزل بنا
طبعا هناك أسباب كثيرة، ولكن من أهمها منع الخير عن الآخرين، صفة مناع للخير، أن تمنع الخير عن الآخرين. هذه صفة سيئة جدا، تحمل معها ظلما كبيرا، سيجعلك ممن تنطبق عليهم هذه الآية، وقد خاب من حمل ظلما. لذلك أيها الأحبة انتبهوا جيدا واحفظوا هذه الآية. هناك آيات ينبغي بالفعل أن نحفظها ونتذكرها في كل موقف. كلما وسوست لك نفسك أو وسوس لك شيطانك أو قرينك أن تظلم أحدا ولو بكلمة، تذكر هذه الآية، تذكر أنه سيأتي يوم، وهذا أيضا نداء للمتكبرين في الأرض الذين أعطاهم الله المال والسلطة والشهرة ومكنهم، فيتكبر على الناس، يستكبر لا يتواضع. يجب أن تتذكر أنه سيأتي يوم تكون ذليلا أمام الملك سبحانه وتعالى، خاضعا له. لا يوجد تكبر، المتكبر واحد في ذلك اليوم، هو الله سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم. لماذا الحي والقيوم؟ حي لا يموت، بينما أنت ستتعرض للموت، ذكرك أنك ستموت أيها الإنسان. هذه قضية ضرورية أيها الأحبة، يعني أقوى رادع للإنسان يمنعه من الظلم هو أن يتذكر الموت. فكلما هممت بظلم أحد، تذكر أنك ستموت، وأن هناك إله حي لا يموت، قيوم قائم على العباد، مسيطر على عباده، يتصرف بكل شيء في هذا الكون، سيخضع وجهك له وستقف ذليلا أمامه في ذلك اليوم. لذلك الأفضل أن نتذلل الآن لله ونسجد لله ونخشى الله الآن، لكي نكون يوم القيامة من الفائزين، نكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نكون ممن يغشاهم النور في ذلك اليوم أيها الأحبة، ممن يتغمدهم الله برحمته، ممن تحفهم الملائكة في ذلك اليوم. لذلك كلما تذللت الآن لله عز وجل وتواضعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. فعندما تتذكر ذلك اليوم وتتذكر هذه الآية، ستكون قوة محركة لك تمنعك من الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات. وأكرر وأختم بهذه الآية، أرجو أن نحفظها ونتذكرها دائما: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.